حاليه يعني يصير قمرك بصفة ورا يجي قبان ورا يجي سونار يعني شيء ورا شيء ما يصير. اول شيء انقلوا يعني مسافات خلوها زين. ثاني شيء انت مخلي سونار زين بنص محافظه خليها خارج اخليها على الحدود. يعني هي دائما بكل الدول وين ما تروح السونار تلقيه خارج الحدود يعني الدوله زين. هاي وحده. اثنين معقوله قبان كركوك يصير 20,000 وقبان العظيم وقبان شمال 5,000؟ ثاني شيء انت يعني من وزنت بكركوك انا وين راح اوزن؟ راح اوزن بالعظيم. ليش اوزن بالعظيم؟ انا نفسي اليوم باوع على الوصل اذا عابر علي 24 ساعه اوزن زين. اثنين وثلاثه واربعه عندنا نقاط انه الشوارع تعبانه. مداخل يعني كركوك صارت يعني جحيم. ما تقدر زين. ما يعني الحل الحكومه يعني هم يوميا ضايفين روتين طوناج. عندك الطوناج 300,000 ورا الطوناج جابوا جي بي اس 800,000. يعني ظلم يعني هسه انا بالسنه لازم كل سنه احط مليون ما عدا القمرك السنويه ما عدا استهلاك التايرات ما عدا تصليح السياره زين. انا شو اشتغل؟ انا كروتي الطن 40,000 انقل من كركوك للبصره.